نبدأ بمسائل على فيزياء الكم. في السؤال الأول، إذا كان الجهد اللازم لإيقاف الكترونات الضوئية ذات طاقة حركية عظمى يساوي 4 فولت، هذا يا جماعة اسمه جهد القطع اللي مقداره 4 فولت في الكهروضوئية، عند سقوط ضوء تردده 3×10^15 هيرتز على صفيحة فلز، فاحسب أقل زخم خطي لازم لفوتون لتحرر الإلكترونات من سطح الفلز دون إكسابها طاقة حركية. طيب هلأ تردد ضوء الساقط هيو، تمام؟ هلأ أنا وظيفتي هسه هون إنه أشوف قديش أقل طاقة تلزم فاحسب أقل زخم خطي لازم لفوتون. طبعا ذكرك قانون الزخم الخطي لفوتون اللي هو من تي بروي اللي هو ها على لمدة. إذن أنا وظيفتي أحسب طول موجة الفوتون اللي هو أحكي لك طول موجة العتبة. ليش أستاذ؟ احسب أقل زخم خطي لفوتون لازم لتحرير من سطح الفلز دون إكسابه طاقة حركية، هذا تعريف طول موجة العتبة. طيب كيف طلع طول موجة العتبة؟ هلا أنا معي تردد الضوء، ممكن أحسب منه طاقة الفوتون الساقط. طاقة الفوتون الساقط تساوي ها في تاد دال 6×10^34 مضروب بالتردد 3×10^15 هي 18 19.8 في 10^-19 جول. وساعتها بقدر أروح أنا وياكم على قانون الكهروضوئية، طاقة فوتون ناقص اقتران شغل تساوي طاقة حركية 19.8 × 10^-19 ناقص فاي بدي أحسبها عشان أطلع من جواتها لمدة العتبة وطول موجة العتبة، طاقة حركية اللي هي جهد القطع في شحنة الإلكترون، يعني هاي إذا بدخليها طاقة حركية بضرب جهد في شحنة الإلكترون اللي هو 4×1.6×10^19 وتساوي 6.4×10^19. إذن هون بدي أحط 6.4×10^19، نبعت على الجهة الثانية بصير سالب فاي تساوي هاي عندي 4.19 6، يعني عندي 13، وإشارة سالبة في 10^-9، سالب مع سالب اختصرنا. يلا امشي معي، هلأ فاي تساوي ها تاد دال دوت، وأنا بعرف إنه كمان تاد دال هو سين على لمدة دوت. إذا بدي لمدة دوت اللي هو طول موجة العتبة فهي تساوي ها في سين على فاي، يعني 6.6×10^-34 بدي أضربها في 3×10^8 وأقسمها على 13.4×10^19، 3×6 = 18، يعني 19.8×10^ طبعا هون أنا عندي 4 فبصير 26 سالب، وبدي أقسمها عشان أطلع مقدار لمدة العتبة، وبعد ما أخلص لمدة العتبة بدي أعوضه هون يا جماعة وأطلع الزخم لو على طريقة التعويض. لا، في السؤال الثاني، سقط ضوء على سطح فلز اقتران شغل له، هاي سؤال اثنين، اقتران الشغل له يساوي 3.9×10^-19 جول، فتحرر منه الإلكترونات تحمل طاقة حركية مقدارها 2.7×10^19 جول. أوكي مطلوب ألف كم تردد ضوء الساقط؟ طب ممتاز، ما معي اقتران شغل طاقة حركية، على معادلة أينشتاين طاقة ناقص فاي تساوي طاقة حركية، الطاقة مجهولة هي تساوي طاقة حركية زائد فاي. إذا 2.7×10^19 مجموعة مع 3.9×10^19 وتساوي هي 7.9 6 6 6.6×10^19 جول. هو ما بده سؤال هيك، هو بده نحسب تردده. طب ما هي الطاقة تساوي ها في تاد دال، وعليه تردد الضوء يساوي طاقة على ها 6.6×10^19 على 6.6×10^34 تساوي 1×10^15 هيرتز. فرع باء، كم الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المتحركة من سطح الفلز بوحدة إلكترون فولت؟ طب ما أنا معي إياها، طبعا هون بقدر هون يغير السؤال ويقول لك كم جهد القطع بوحدة الفولت، ما هو جهد القطع نفسه الطاقة الحركية بوحدة إلكترون فولت. أوكي هلا هو يعني تعالى بس تحول، هلا الطاقة الحركية بالإلكترون فولت هي تساوي الطاقة الحركية بوحدة الجول مقسومة على شحنة الإلكترون. إذا أنا بدي أقسم 2.7×10^-19 على 1.6×10^19، يعني جواب 27/16 إلكترون فولت. نكمل السؤال الثالث. رسم بيان المجاور يمثل علاقة بيانية بين التيار الكهروضوئي وفرق الجهد الكهربائي بين فلزين، نعرف الرسم هاي احنا في سؤال ثلاث، اي منحنين يمثل الشعاع الساقط الاكثر شدة مفسرا اجابتك. يا جماعة بدك تشوف شدة الضوء روح على التيار، فكونه فلز 2 يحمل تيار اكبر من فلز 1 اللي هو تياره، إذا بدي أقول شدة الضوء الساقط على 2 أعلى من شدة الضوء الساقط على 1 أو أكبر منه. هاي ألف. باء، أي المنحنين يمثل طول موجة ضوء الساقط أكبر؟ هلا إذا بدك طول موجة لضوء ساقط أعلى، إذا بدك تدور على تردد ضوء ساقط أقل، والتردد ضوء الساقط بحكم عليه يا جماعة من الجهد القطع، طبعا كمقدار مش كإشارة. كونه جهد القطع تبع فلز 1 هي
قيمته سالب 2.5 أو 2.5 هو أكبر من جهد قطع الفلز تبع واحد، فراح يكون تردد الضوء لواحد أعلى من تردد الضوء لاثنين، بس هو قاعد بيقول لي أي منهما يمثل طول موجي أعلى، إذا اللي تردده أقل، إذا طول موجة 2 راح تكون أعلى من طول موجة 1. فرع جيم، احسب تردد العتبة للفلز إذا كان طول موجة شعاع الساقط عليه تساوي 6 في 10 قوة سالب 7. طيب هلا بقدر احسب أن طاقة الفوتون هي تساوي هاف تاد دال، لأنه هذا حكى ايش؟ شعاع ساقط. طاقة الفوتون تساوي هاف تاد دال، يعني 6.6 في 10 قوة سالب 34 مضروب بالتردد، لا تنسى انه سين على لامدا، ف3 في 10 قوة 8 على 6 في 10 قوة سالب 7. تختصر هاي واحد وهاي فيها باثنين، فهاي بتصير 3.3. اذا 3.3 طبعا انا عندي هون 7 على الارفع لفوق بصير 15، 10 قوة سالب 19 جول. طيب صار معي انا طاقة الفوتون. هلا فلز 2 مع اقتران او معي جهد القطع تبعه، فلز 2 جهده كم؟ 1.5. اذا بدي احسب طاقه حركيه فهي تساوي شحنه الكترون في جهد القطع، فهي 1.6 في 10 قوه سالب 19 جهد قطعه 1.5. هلا بعد حصول على الطاقه الحركيه بقدر استخدم كهروضوئيه، طاقه ناقص اقتران شغل تساوي طاقه حركيه. قيمه طاقه الفوتون 3.3 في 10 قوه سالب 19 ناقص فاي مجهولة، عندي الطاقة الحركية ناتج الضرب ل 1.5 ضرب 1.6 في 10 قوة سالب 19، وهيك بضل عندي مجهول اقتران الشغل للفلز. لا في سؤال 4 يبين الشكل المجاور العلاقة بين تردد الضوء الساقط على فلزين 1 و 2 والطاقة الحركية منبعثة منهما، أي فلزين يتطلب طاقة أقل لتحرير الإلكترونات من سطحه ولماذا؟ طيب أوكي، اقتران الشغل للفلز هاد كانت تساوي نص، واقتران الشغل للفلز هاد كانت تساوي، طبعا هاي بدي اسميهم انا فلز واحد وهي فلز 2 عشان نقدر نميز، هاد نص وهاد واحد. هلا اللي بتطلب طاقه اكبر هو اكيد فلز 2، ليه؟ لان له تردد عتبه اكبر، فهو يحتاج لطاقه اكبر عشان يحرر الالكترونات منه. هو طالب اي يتطلب طاقه اقل، فعشان هيك هاي فلز واحد يتطلب طاقه أقل لأن له تردد عتبة أقل. فرع باء، على ماذا تدل النقطة سين؟ تردد العتبة، قلنا نقطة تقاطع محور السينات تمثل تردد العتبة، تردد العتبة للفلز واحد. جيم، احسب مقدار صاد وعلى ماذا يدل؟ صاد يا جماعة يدل على اقتران الشغل، لأنه فلز لفلز رقم 2، فصاد اقتران شغل فلز 2، احسبه. ممتاز، اقتران الشغل يساوي ها في تردد العتبة، انت بحسب اقتران الشغل لمين؟ لصاد، فبتحط تردد العتبة لصاد. ها 6.6 في 10 قوة سالب 34 في تردد العتبة كم؟ 1، بس انتبه مضروب ب 10 قوة 15، ف 1 في 10 قوة 15، إذا تساوي 6.6 في 10 قوة سالب 19 جول. في فرع د، لماذا يتساوى ميل المنحنيين؟ لأنه الميل هون يمثل، لأن الميل يمثل ها اللي هي جماعة ثابت بلانك وهو ثابت، فعشان هيك يكون ميل المنحنيات متساوي. ها إذا سقط ضوء طول موجته 400 نانومتر على كل من الفلزين، بين أي منهما استنبعث منه الإلكترونات ثم احسب طاقة الحركية. ممتاز، هلا أنا هم معطيني طول موجي لضوء ساقط وأنا قاعد بقارن بترددات العتبة إذا بدك، فطول الموجي ها بدي حوله لتردد، تردد ضوء ساقط هو يساوي ها سين عفوا على لمدا، يعني 3 في 10 قوة 8 على 400 نانو، يعني بكتبها 4 في 10 قوة سالب 7 لأنها هي 400، فضرب 10 قوة سالب 9 سفرين موجبات مع سالب 9 بضل سالب 7، فيعني بتحكي إنه جواب 75% في 10 قوة 15 هرتز، هاي الجواب. هلأ هذا الـ 15 هو يمثل تردد ضوء أعلى من النص، يعني شوف تردد ضوء الساقط 75%، تردد العتبة هون كم؟ نص، إذا تردد ضوء أعلى من تردد العتبة، إذا بيحرر من فلز واحد، ولكن لا يمكنه التحرير من فلز رقم 2. لما يطلب مني أحسب الطاقة الحركية بقول له إنه طاقة فوتون ناقص اقتران شغل تساوي طاقة حركية 6.6 في 10 قوة سالب 34 في تردد ضوء 75% في 10 قوة 15 ناقص فاي 6.6 في 10 قوة سالب 34 في تردد العتبة للفلز واحد لأنه منه بتحرر له نص. وهيك بقدر أحسب مقدار الطاقة الحركية. ونروح يا جماعة لسؤال 5. الكترون ذرة الهيدروجين موجود في مستوى الإثارة الثاني، أكيد ما هو مستوى الاستقرار ذرة الهيدروجين هو مستوى الأول، فهو لما يكون بالثاني هو في مستوى إثارة. ألف، جد نص قطر المستوى الطاقة الذي يحوي هذا الإلكترون، طبعا نص قطر المدار يساوي نون قاف بور في نون تربيع 5.29 في 10 قوة سالب 11 مضروبة في 2 تربيع اللي هي 4،
إذن 21 فاصل 16 في 10 قوة سالب 11 متر. لا في فرع ب أوجد مقدار الطاقة لازم لتحرير الإلكترون من هذا المستوى دون إكسابه طاقة حركية. بحسب طاقة المدار اللي هي سالب 13.6 على 2 تربيع وتساوي سالب 3.2 إلكترون فولت. هاي طاقة إيش؟ مدار. طاقة لازم للتحريب دون طاقة حركية هي موجب طاقة المدار. إذن هي الجواب. فرع جيم أوجد الزخم الزاوي. قانون الزخم الزاوي يساوي نون فيها على 2 باي. بعمل تمثيل 2 في 6.6 في 10 قوة سالب 34 على 2 في 3.14 وتساوي هدول بعرف كم قيمتهم عم بدون الاثنين، يعني هدول بعرف جوابهم 2.11 في 10 قوة سالب 34 كيلوغرام في متر تربيع لكل ثانية. دال ما سرعة الإلكترون في هذا المدار؟ أوكي، هلا الزخم الزاوي له قانون ثاني اللي هو كاف في عين في نون قاف. أنا مطلع الزخم الزاوي 2.11 في 10 قوة سالب 34، كتلة الإلكترون 9.11 في 10 قوة سالب 31، العين مجهول ومطلوب مني في السؤال، ونص القطر بالفرع ألف كنتم طلعوا اللي هو 21.16 في 10 قوة سالب 11، وهيك نقدر نطلع مقدار عين. في فرع ها إذا عاد الإلكترون إلى مستوى الاستقرار، هاي نص السؤال، عاد الإلكترون لمستوى الاستقرار فما طاقة الفوتون منبعث؟ بوجد فرق الطاقة بين المدارين، طاقة مدار نهائي ناقص طاقة مدار ابتدائي. هلأ المدار النهائي وصله هو رجع للاستقرار، فمدار النهائي هو المدار الأول سالب 13.6 على 1 تربيع ناقص مدار الابتدائي اللي كان فيه هو المدار الثاني إذن على 2 تربيع اللي هي سالب 13.6 زائد 3.4، فالجواب 10.2 سالب إلكترون فولت. يا جماعة هذا السالب هو فرق الطاقة بين المدارين، أما لما يطلب مني طاقة فوتون فهي نفس فرق الطاقة بس بإشارة موجبة، فيش فوتون يحمل إشارة سالبة. ما اسم المتسلسل المنتمي إليها وما نوع هذا الفوتون؟ هلأ هو عاد مدار الثاني إلى مدار الاستقرار الأول، فالنهائي هو الأول، إذن هي متسلسلات ليمان، وبليمان نوع الضوء فوق بنفسجي. في سؤال 6 انتقل الكترون ذره الهيدروجين مستوى الطاقه سالب 3.4 الى مستوى سالب 1.5، فجد نص قطر المدار الذي كان فيه الالكترون بنص قطر هذا المدار. طبعا انا هون لازم احسب شو هذا المدار اصلا فرع الف، فطاقه المدار تساوي سالب 13.6 عنون تربيع، بعوض الطاقه اللي هي سالب 3.4 تساوي سالب 13.6 عنون تربيع، وهيك بكتشف انه نون تساوي 2، فهذا المدار الثاني. نصف القطر في الفرع اللي قبل شو حليناه، طلع نصف القطر يا جماعة يساوي 21.16 في 10 قوة سالب 11 متر. فرع ب الزخم الزاوي الإلكترون في المدار الذي ذهب إليه، المدار اللي راح له، نفس القصة لازم أعرف شو هو المدار اللي راح له. عنون تربيع الطاقة سالب 1.5 تساوي سالب 13.6 عنون تربيع، وهيك بكتشف إنه هذا المدار الثالث. بدك الزخم الزاوي في هذا المدار بحكي هي تساوي نون فيها على 2 باي، يعني 1 في 6.6 في 10 قوة سالب 34 على 2 في 3.14 اللي هي 6.6 على، طبعا هاي فيها 6.28 في 10 قوة سالب 34، يعني بتحكي انه فيها 1.05 في 10 قوة سالب 34 كيلوغرام في متر تربيع لكل ثانية. فرع جيم طول موجة الفوتون وحدد هل انبعث ام امتص. هلا الالكترون هو ذهب بمدار الطاقة نون تساوي 2، راح على مدار الطاقة نون تساوي 3، فالإلكترون يصعد لمدار طاقة على، إذن هو يمتص فوتونا. تمام؟ الطول الموجة كيف أحسبه؟ 1 على لندا تساوي 1.1 في 10 قوة 7 اللي هو طول موجة ريدبرغ، 1 على نون تربيع نهائي اللي هي 9 ناقص 1 على نون تربيع ابتدائي اللي هو 4، بنوحد مقامات ونوجد قيمة لندا. متسلسل الطيف التي ينتمي إليها هذا المدار النهائي الوصول له هو المدار الثالث، إذن هي متسلسل. طبعا هو طلع من مدار الطاقة الثاني، طلع طلوع على مدار الطاقة إيش؟ الثالث. تمام؟ هلأ مدار النهائي اللي هو هسه موجود فيه الإلكترون اللي هو المدار الثالث، هلأ رجع أنت من الثالث للثاني، إذا متسلسل منتمي إليه هي متسلسلة بالمر. ركز معي هلأ بدك تسألني ليش؟ هسه الإلكترون أصلا كان مثلا في مدار الطاقة الثالث، نزل لمدار الطاقة الثاني، هاي متسلسلة بالمر بسيطة. هلا الفوتون اللي بنبعث قاعد يحمل خصائص معينة حسب فرق الطاقة بين المدارين، فلما يرجع يطلع من الثاني إلى الأول بده يمتص نفس الفوتون، إذا هم نرجع نفس المتسلسلة. السؤال السابع إذا كان الزخم الزاوي الإلكترون في أحد مدارات ذرة الهيدروجين يساوي 3.15، فجد رقم المدار بسيطة، الزخم الزاوي يساوي نون فيها على 2 باي، 3.15 في 10 قوة سالب 34 تساوي نون مجهول، ها 6.6 في 10 قوة سالب 34 على 2 في 3.14، وبشكل مفاجئ انت عارف ليش نون تساوي 3. السؤال الثامن
جسيم كتلته 6.6 كيلو جرام يتحرك بسرعة 1/10 قوة 4. فحسب طول موجة دي براي. لمدة دي براي تساويها على زخم اللي هو كاف في عين 6.6 × 10^-34، كتلة الجسم 6.6 × 10^-6 مضروب بسرعته 1/10 قوة 4. هاي بسطوا مقام راحوا مع بعض، ضل عندي هون 10^-2، فها بصير موجبة، إذا 1/10 قوة 32 طبعا متر. مجموعة من أسئلة ضع دائرة لفيزيائي كم. الكترون ذرة الهيدروجين موجود في مستوى الطاقة الثاني، إن زخمه، دور على 2 عدد صحيح حيه، إذا زخمه فرع جي اللي مش شايف، هي بعيدها. الكترون في مستوى الطاقة إيش؟ الثاني، دور على 2 صحيح اللي هو الجواب جيم. أطياف الذرية اللي تعطي صفات مميزة للعنصر، دور على الأشياء الخطية، لأنه الخطي هو اللي بعطيه، يعني تكرر خطي خطي، انتهينا ألف، طلع هذا شو فيه متصل، هذا فيه متصل، هذا فيه متصل، هيك لغيت هذا وهذا وهذا. انتقل الكترون ذرة الهيدروجين مستوى الطاقة السادس إلى الثالث، من 6 إلى 3، فانبعث إشعاع في أنه يقع ضمن إشعاع، طبعا مدار النهائي شو هو؟ الثالث، إذن هو باشن، وباشن يا جماعة تحت حمراء. عندما تتفاعل الكترونات مع فوتونات في الظاهرة الكهربائية، فإن الفوتون أول إشي يخسر جميع طاقته ويختفي، هيك أنا بعرف، يخسر جميع طاقته صحيحة، يخسر لا يخسر غلط، يخسر جزء من طاقته غلط، يخسر جزء من طاقته، إذن يخسر كل طاقته ويختفي. إن زيادة شدة الضوء في خلية كهربائية يؤدي زيادة الطاقة الحركية للإلكترونات المتحررة، زيادة تردد الضوء الساقط على الخلية، طبعا ما لا علاقة بين الشدة والتردد، زيادة جهد القطع اللازم، لا علاقة بين الشدة، الشدة يا جماعة طردية مع التيار، إذا بدي أدور على الخيار دال لأنه الشدة شغالة مع التيار. فشلت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير ظاهرة الكهربائية أنها تعتبر أن طاقة الموجة تعتمد على شدتها. شوف الكلاسيكية حكت شدة، الحديثة حكت تردد، والصح هم الحديثة. تكون سرعة الإلكترون أكبر ما يمكن عندما يكون في مدار الطاقة الأول، كيف؟ حسب فرضية بور الرابعة، تذكروا حكينا دائما العلاقة بين عين ونون علاقة عكسية، كيف توصلها؟ ساوي قوانين زخم الزاوية ببعضها، يعني كاف في عين في نون قاف، ساويها في نون في هاء على 2 باي، توصل للعلاقة. تختلف الطاقة الحركية للإلكترونات المتحررة بالرغم من ثبوت تردد الضوء الساقط، هاي فسرها أينشتاين، حكينا بحسب اختلاف موقع التحرير، متذكرين شغلة العمق؟ لما تحرر الالكترون من السطح بيحمل طاقه حركيه عظمى، لما تحرره من العمق الى جزء من طاقته بتخسره اثناء احتكاكه مع جزيئات الماده. تكون سرعه الالكترون في ذره الهيدروجين اكبر ممكن في المدار الاول حسب فرضيه بور الرابعه، وهي الاثبات. اتفق نموذج بور الذري مع مبدا بلانك. بلانك وبور، هلا بلانك حكى انه طاقه الفوتون مكمات تساوي مضاعفاتها تا دال، وبور اكد على هذا الكلام حيث تمكن من حساب طاقه الكمه، تمام، اللي هي طاقه الفوتون باستخدام فرق الطاقه بين المدارات، فهي مكممه ايضا. زيادة شدة الضوء الساقط على خلية يؤدي زيادة تيار، طلع بدي اكتب لك يا برموز ليش زيادة الشدة اللي هسه دورنا جاوبنا عليه بضع دائرة، زيادة الشدة بزيد من التيار، لما تزيد الشدة يا جماعة فانت عدد الفوتونات بتزيدها، لما تزيد عدد الفوتونات عدد الالكترونات المتحررة تزداد وعليه التيار يزداد. طول موجة دي براي المصاحب للأجسام الجاهرية لا يمكن ملاحظته، ليش؟ لأنه هاي الأجسام كتلها عالية، وحسب دي براي فالعلاقة بين طول الموجة والكتلة عكسية، فيكون طول هالموجة قليل لا يمكن ملاحظته. الله يعطيك العافية وأتمنى لكم التوفيق.